يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الأفضل في حق أهل مكة؟ هل هو تكرار العمرة أو الطواف للبيت فقط؟ ومن أين يحرمون؟ لم يرد أن أهل مكة يخرجون من مكة ويجيبون عمرة، كونهم يبقون في المسجد الحرام يعتكفون في المسجد الحرام للطواف والصلاة وأفضل من كونهم يخرجون يجيبون عمرة. إنما هذا شيء حصل لعائشة رضي الله عنها لما ألحت على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن تأتي بعمرة أعمرها من التنعيم. أما من كان وما كان الصحابة يعملون هذا، ما كانوا يعملون هذا، يخرجون من مكة ويجيبون عمرة. البقاء في مكة أفضل، ما نقول إنه ما يجوز، لكن نقول البقاء في مكة أفضل في المسجد الحرام. نعم.